اليوم نحن في علم ونغم. علم ونغم في تاني حلقة اليوم راح أقدم لكم بكل بساطة المقامات العربية جميعها ببساطة شديدة. راح نبتدي في البداية من أسهل السهل. أسهل السهل هو مقام الكرد. مقام الكرد من على الري. مقام الكرد من على الري عبارة عن أربع درجات ري مي فا صول. صار مقام الكرد المي بيمول، يعني هذا المقام نص درجة بعدين درجة درجة، إذا النص واحد واحد. ما أسهل هذا الأمر في مقام الكرد. مقام الكرد مثل ما قلنا في الحلقة السابقة أنه مجرد غيرنا تاني درجة اللي هي مي بيمول. المي بيمول إذا عملناها مي نصف بيمول، يعني أضفنا إلى ربع تون بدل ما كان نص بعد سوينا ثلاثة أرباع بعد، أصبحت بياتي. طب المي بيمول إذا أضفناه لربع بعد صارت بياتي. هلا نحن لما صار عنا بياتي صار فقط نحتاج في هذا المقام، مقام بيات الري، إنه نخفض الرابعة نعملها صول بيمول. حصلنا على مقام الصبا. من مقام البياتي خفضنا الرابعة نص درجة صار عنا الصبا. طيب إذا مقام البياتي خفضنا الرابعة صار عنا صبا وزودنا الثانية ربع تون عليناها ربع تون قام صار عنا البيات. جميل. من الكرد هلأ صار عنا ثلاث مقامات، كرد وبياتي وصبا. في عنا شيء بيقولوا عليه صبا زمزمة. صبا زمزمة هو الكرد نفسه بس مخفوضة علامته الرابعة. مثل ما خفضنا علامة الصبا الرابعة، خفضنا علامة البياتي الرابعة سويناه صبا، هلأ بنخفض علامة الكرد الرابعة بنسوي صبا زمزمة. هلأ الكرد نفسه مثل ما خفضنا علامته الرابعة بنرجع له علامته الرابعة نخلي كرد. رفعنا علامته الثالثة مثل ما حكينا قبل صار حجاز. صار عنا كم مقام؟ كرد وبيات وصبا وحجاز. صاروا أربعة وصبا زمزمة خمسة. لما قلنا بقى شو ضل عنا؟ ضل عنا المقامات اللي نحن ما جينا لها بالطريق اللي هي الرست. طبعا النهاوند والعجم راح ناخذهم كمان بشكل يعني بسيط معروف تماما، لانه النهاوند والعجم هن في نفس المقام مع الكرد، موجودين في مقام الكرد نفسه، بس انه ننزل او نطلع على السلم. هلا بقولكم شلون، يعني لما نحن عنا الكرد انا عم ببتدي مقام الكرد من الري. اذا انا هلا بدي اعمل من الكرد اعمل نهاوند مثلا، كل اللي علي انه بدل ما انا بديان مقام الري انه ابتدي
المقام نفسه مقام الكرد بس ابتدي من الصول. شوفوا ابتديت نهوان نهوان صول ابتديته وبدي اقفل على الكرد في الري، هو نفس السلم. نفس الشيء لما بكون انا عم بعزف كورد الري، اذا ما ابتديت من الصول لحتى اعمل النهاوند ببتدي من السي بيمول اللي هي اذا هذا عجم سي بيمول. عجم سي بيمول هو ونهاوند الصول والكورد على نفس الدرجات. ها هذا نهوان، هذا عجم، هذا كل. ثلاث مقامات في مقام واحد. الغرب ما بيستخدم شيء اسمه مقام كورد، بيستخدموا من خلال الالحان، لكن ما يعني ما بيحطوا بالمخزن تبعه انه عندي مقام كورد، بقول لك لا ميجر وماينر. لا هن عندهم ميجر وماينر كورد اصلا في مقام واحد، اصلا هن مقام واحد. فاذا حبينا نسميهم مقام واحد لكن عم نبتدي من درجات مختلفه، او انها ثلاث مقامات ماشي. هلا نحن عملنا مقاماتنا، ضل عنا نحن الرصد والسيكا. تمام؟ الرصد والسيكا شو هن الرصد؟ رح قلكم اليوم انه مقام الرصد هو المقام الوحيد اللي آلة الكيبورد ما بتنشز فيه. ليش ما بتنشز فيه؟ لانه ابعاده مبنية على المناصفة. يعني مقام الرصد ما فيه نص تون، فيه فقط تون كامل او بعد كامل، وفيه ثلاث ارباع البعد. والميزه في ثلاث ارباع البعد تبع الرصد انه ثلاث ارباع البعد تبع الرصد مقسومين بالنص بالضبط. يعني المينس بيمول مثلا في رصد الدو او في رصد الصول، خلينا نقول نحن عم نعمل هلا نهاوند الصول، يبقى رصد الصول رصد الصول. ليش هو بالنسبه لعازف الكيبورد سليم جدا؟ لانه من الاساس سلم باخ المعدل مبني على انه البعد الكامل 200 سنت والنصف بعد 100 سنت، يعني بالضبط مقسومين. بالعربي ما فيها الحكي، بالعربي يعني لما انا بدي اقول نهواند الصور بدي اجي اقول انه اوكي البعد 200 سنت بس النصف بعد اذا كان السي بيمول اللي في نهواند الصور ما بيطلع النصف بعد هذا من 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 لا للسي بيمول، ما بيطلع ابدا 100 سنت، بيطلع انقص من 100 سنت. ففي الرصد لا، نحن عندنا من الصول للسي تبع النهواند بعد ونص، البعد ونص يعني 300 سنت. 300 سنت لما بدي اجي اعمل سينس بيمول بدل سي بيمول، الثلاث ارباع بعد هو نص البعد ونص، يعني 150 سنت بدل ال 100 سنت في نص التون، ثلاث ارباع تون 150 سنت. فال 150 سنت في الرصد متوافقه دائما في السينس بيمول وفي الفانوس ديز. هون ما عندنا مشكله في الرصد. الرصد ما عندنا مشكله في النشاز فيه، سواء نعزف بالكيبورد، نعزف بالكمانجي، نعزف باي اله، نحن بنعرف النص الثلاث ارباع بعد هو داخل ضمن بعد ونص، اللي هو داخل ضمن بعد ونص وقاسمه بالضبط بالضبط بالشعر. هون ما في اخطاء. مقام الرصد مقام يقال عليه يعني سيد المقامات لهذا السبب، لانه هو المرجع، مثل ما بيقولوا الميجر او العجم عند الاجانب انه هو سيد المقام. Thank you.
ضل عنا فقط مقام السيكا. مقام السيكا، السيكا الأصلي، في سيكا أصلي وفي سيكا هزام. فمقام السيكا الأصلي هو نفس مقام الرصد، لكن بيوقف على الدرجة الثالثة. يعني ال مجرد انه عم بعمل السيكا برسة على الثالثة تبع الرصد، ومن فوق نفس الفانوس الدياز اللي كانت عندي. طبعا انا هلا ما بدي اقول لكم انه في اختلاف في بعد السيكا عن بعد الرصد، يعني السينس بيمول في السيكا بتبقى اعلى من السينس بيمول اللي كانت في مقام الرصد تبع السول. اجباري بدي اعلى بالسيكا، لانه السي حتكون هي اول درجه في الارتكاز وهي درجه السلطنه، فدائما بتكون عالي، بتكون شوفوا كيف زادت. بينما الرصد السيكا، هلا اذا عملنا بدل الكورد اللي كنا عم نعمله نحن قبل شوي مع النهوان، هيا يلا بعمل انا كورد الري وعم بعمل نهوان الصول. فلما بدي اجي انا اعمل الرصد طب لو انا عملت الرصد وعملت حجاز على الري، عملت رصد الصول وعملت من فوق حجاز الري، حجاز الري هون احنا بيحطوا له اسم جديد، ما بدي لكم اسمه الجديد لانه ما بدي كتر اسماء، مجرد انه عملنا حجاز في الجنس الاعلى ومن تحت رصد. طيب هلا لما انا عم بعمل حجاز وبقفل على السيكا، عم بقفل على ثالثه الرصد اللي هي السينس بيمول، اول شيء هي راحه الارواح بسموها الدرجه السينس بيمول زايده اسمها راحه الارواح. راحه الارواح هي نفس سيكه الهزام بالضبط، وكثير ناس بتجادل انه لا راحه الارواح غير سيكه الهزام، هي نفس السيكا الهزام مصور على درجة السينس بيمول بدل من درجة المينس بيمول. هذا بالنسبة للسيكا وللرصد. أعتقد أنه حكينا هلأ بكل المقامات الأساسية الثمانية اللي هن أساسيات الموسيقى العربية. الحقيقة يعني من غير فلسفة كتير، إذا ما بسطنا الموسيقى بهذه الطريقة مصيبة. إذا بدنا نحكي بتفرعات المقامات واختلافات المناطق واختلافات البلدان، اليوم العراق عندها لون وطابع فيها، تونس فيها لون وطابع خاص، المغرب فيها طابع خاص، الجزائر، ما هذا مو عيب مو غلط، لكن نحن صار في عنا فنيا رائد كبير في العالم العربي اسمه مصر، اسمه مصر بفنانينا بعظمائها بمطربينا بملحنينا بموسيقيينا، هدول صاروا تراث إنا، تراث للأمة العربية، تراث عربي في الموسيقى. بيجي ناس بيقولوا لي إنه الموسيقى ما أنا عربية أصلاً. أوكي، حتى لو ما أنا عربية، الموسيقى هي موسيقى الرب. في كل الأديان وفي كل الأوطان في موسيقى، ما في بلد ما فيه موسيقى. لكن باعتبار إنه نحن نستخدم الموسيقى في قراءة القرآن، نستخدم المقامات في قراءة القرآن، ومنجود في قراءة القرآن وبيطربونا وبيمتعونا المقرئين وبيقربونا إلى رب العالمين وإلى حالة الخشوع وإلى حالة التصوف،
بقراءتهم العالية ودقتهم في اختيار المقام المناسب والشكل المناسب والجمل المناسبة، وبالآخر نجي نقول موسيقى حرام وحلال. أوكي، كل شيء في الدنيا حرام وحلال حسب ما بنستخدمه. كل شيء في الدنيا فيك تستخدمه بطريقة حلال وفيك تستخدمه بطريقة حرام. يعني السم نفسه لما بنستخدمه ترياق قمة الحلال، عم تنقذ حياة إنسان بجرعة سم بسيطة، بس عن علم مش عن جهل. لكن السم نفسه قاتل. فطبعا السم حرام انه نعطيه لحدا، لكن لما بنعطيه السم كنوع من الترياق، ولما بدنا ناخذ هلا لقاح كورونا على اساس انه كأنتي فيروس، نحن عم ناخذ ايضا فيروس كورونا نفسه، عم ناخذه ندخله لجسمنا بس بطريقه معينه انه نحن يكون بالنسبه لنا حلال، يكون بالنسبه لنا مفيد صحي. لكن انه يكون مؤذي انه ناخذ فيروس نحطه في جسمنا معناتها هذا قتل، هذا حرام. فكل شيء في الدنيا حلال وحرام، الموسيقى وغيره 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 وغيره، لكن ما بجوز نحلل شيء على اطلاقه. ما في شيء حلال على اطلاقه، وما في شيء حلال يعني حرام على اطلاقه. حسب اي كل شيء فينا نقلبه من الحلال الى الحرام باسلوب تصرفنا، واي شيء فينا نعكسه من الحرام الى الحلال باسلوبنا في استخدامه، في شو عم نستخدمه. فأنا بتمنى دائما نستخدم موسيقانا وعلومنا ونستخدم فننا العظيم اللي تركونا يا الكبار العظماء، ما بدي عدد أسماءهم لأنه كتير أسماءهم كلكم تعرفوها، ومش بس عظماء عنا في أمتنا العربية، حتى في كتير دول حوالينا غربية وفارسية وتركية بيسمعوا موسيقانا وبيحترموا فنانينا ومطربينا وملحنينا. فليش نحن لما نحترمهم؟ هكتفي اليوم بهذا الجزء اللي كفيت فيه انا الثمان مقامات في علم النغم. بتمنى انه يكون وضحت الصوره لكم، ورح نعزف هلا، رح اخذ جوله في اللي انا عملته بكل بساطه.